استحدثت مديرية أمن الجيزة قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة بهدف الارتقاء بالأداء الأمني وتحقيق وجود مروري فعال في الشارع يسهم في تحقيق الانضباط المروري ويقضي على التكدسات. فقد استحدثت مديرية أمن الجيزة قسم مرور الانتشار السريع مع تدعيمه بعدد مناسب من الضباط والأفراد المتميزين وكذلك المركبات ليكونوا نواه أولى للقسم ويطلع بسرعة الانتقال لأمكنة الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة والتعامل معها حتى لا تؤدي إلى اختناقات مرورية، مع استهدافه لجميع المحاور والميادين الرئيسية لضبط المخالفات المرورية المتنوعة وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة مع بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.